أبونا علمنا إن التجارة أصول قبل الشطارة وعلم، عشان كده علمنا أحسن تعليم وعلمنا إزاي نحط القرش في المكان المناسب، وإن أربح تجارة هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. كان لازم نردله الجميل. شاركنا باسمه في مشروع الصدقة الجارية في مستشفى 57-357 اللي ثوابها بتشوفه قدام عينيك في كل طفل بيخف. في ناس بتتعلم وتتدرب وبتطبق اللي تعلمته، وفي بيوت مفتوحة اللي شغالين جوه المستشفى وبراها. يعني قرشك في تجارة رابحة رابحة بإذن الله. اسأل عن مشروع الصدقة الجارية في مستشفى 57-357، ثوابك من غير حدود، وهي للتجارة الرابحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.